بقرا في عيونك حياتي وانت مشغوله بجريده، الجريده كانت بتشغل كثير من الناس وبيحاولوا انه بقدر الامكان كل واحد ماشي على شغله الصباح انه هو ياخذ جريده معاه للبيت للشغل للمكتب للمكان اللي هو ماشي له، وكنا حريصين جدا لانه احنا نقرا الاخبار الموجوده في الجريده يمكن بمصداقيه عاليه وبنقراها قراءات مختلفه كل لما يهم ولما يخص. الجرائد اختلفت وتنوعت ما بين سياسيه واقتصاديه وفنيه ورياضيه وغيرها، وكان عندها وقعها الخاص. كنا بنقول انه الخبر اللي بيجي في الجرائد هو خبر موثوق تماما، لكن مع انتشار التحول الرقمي وما بين رغمنه معظم الاشياء كانت برضو من نصيب الجرائد واحده من الحاجات اللي خلتها هي تتقهقر بلاط صاحبة الجلالة. خلونا مع بعض نتوقف عند هذا البلاط عند السلطة الرابعة ونشوف شنو الأسباب والمسببات اللي خلت إنه الصحافة الورقية هي تتقهقر للوراء خطوات. أنا ما عارفة خطوات دي هي حترضي ضيفنا الكريم أم إنه عنده وجهة نظر أخرى، هل تحتضر الصحافة الورقية أم إنه لازال فيها بعض بصيص الأمل؟ سعيدين جدا إنه يكون ضيف معانا من خلال هذه المساحة الأستاذ يحيى حامد أحمد المدير العام لصحيفة الصيحة. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. مرحب بك ومرحب بمشاهدي قناة الشروق داخل السودان وخارجه، ومرحب بكل التيم العامل في هذه القناة الفتية. يا مرحب بك. أنا بديت طوالي بسؤال يا أستاذ يحيى، هل الصحافة الورقية تحتضر ولا لسه في بصيص أمل إنها تعاود مرة ثانية ذات البريق لصاحبة الجلالة؟ أنا في تقديري إنه الصحافة عمرها يعني عمر طويل، يعني من بدت لمئات السنين. نعم يعني هي الآن ما عادت كالسابق لأسباب كثيرة، لكن السبب الرئيسي هو التطور الحاصل في العالم والتكنولوجيا ظهرة اللي هو السوشيال ميديا والتطور الحاصل في العالم في كل المجالات هو يعني واحد من الأسباب اللي أدى لتراجع الصحافة الورقية. لكن الصحافة مهما يجور عليها الزمان حتظل موجودة، ولأنها صحافة الورقية يعني اتفق معي القاري أو لم يتفق هي يعني عندها دور كبير جدا في اتخاذ الـ 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 القرار بالنسبه للسياسيين. نعم. عندها دور كبير جدا حتى بالنسبه للقاري وللتاجر، يعني كان ولا المعلم ولا المهندس. وانت يعني السوشيال ميديا مهما ادتك ما بتديك يعني بتديك الصحافه الورقيه، لان الصحافه الورقيه ارشفتها بتختلف حتى. احنا هنتكلم اكثر يعني استفاضه عن الصحافه الورقيه وعن رقمنه الصحافه الصحافه الالكترونيه اللي اصبحت منتشره الان وكيف انها هي بتجد القبول، لكن خليني يعني ارجع بك لذات الفلاش باك يعني استرجع الذكريات في انه انت كنت في وقت ما مدير اداري لصحيفه الحريه، وصحيفه الحريه يعني برضو من الصحف اللي ما كتب لها الصمود، كلمنا عن التجربه دي. نعم، انا قبل ما اكلمك عن التجربه دار اكيد حاجه انه الصحافه الورقيه مهما يحصل هي حتظل موجوده، صح؟ يعني تتضاءل نسب القراء في الصحافه الورقيه لكن حتظل. واما ما يعني اذا رجعنا للخلف يعني 20 سنه او يزيد، نعم كانت صحيفه الحريه وما ادراك ما صحيفه الحريه، كانت الصحافه الورقيه في قمه يعني مجدها حقيقه، وكانت الصحف السياسيه والرياضيه الصحف اليوميه يعني سواء كم 40 صحيفه يعني، لكن للاسف نحن يعني بعد 20 سنه تراجع كل الصحف ما بتعمل 20 صحيفه كلها يوميه على اسبوعيه على خلاف السياسيه ولا الرياضيه ولا الاجتماعيه ولا كده. وده باكد يعني ما ذهبت اليه في بدايه حديثك انه هنالك تراجع، وتراجع ده في كل العالم. لكن الحريه كانت تجربه فريده حقيقه، انا يعني تجربة كانت خليل للعمل الاداري في الصحافه السودانيه. والحريه صحيفه ولدت باسنانها لانه كان فيها يعني جهابذه الصحافه السودانيه وقتها، فكانت حقيقه يعني لها دور كبير ودور مؤثر
الا انه الظروف اللي كان بتمر بها الصحافه بصفه عامه ادت يعني لضمضمه بعض الصحف، وكانت ميلاد الشراكه الذكيه ما بين جريده الحريه وجريده الصحافه وجريده الصحافي الدولي. واذا اخذت الثلاثه صحف دي يعني كانت بتضم خيره الصحفيين السودانيين، وكانت حقيقه تجربه يعني ناجحه بكل المقاييس. انا علاقتي بالصحافه كانت في جريده الحريه زي ما ذكرتي في 2001، كنت انا احد المؤسسين لها وكنت مدير اداري للصحيفه. اللي كان الناشر اخونا عبد الرحمن اسحاق، وكان المدير العام الاستاذ القامة الحاج وراق، وكان رئيس التحرير الاستاذ المرحوم سعد الدين ابراهيم طيب الله وطراه، ومستشار التحرير الاستاذ الكبيره الاستاذ المعروف لكل الصحفيين الاستاذ امل عباس متاع الله بالصحه والعافيه، احنا بنحييهم وغيرهم من الصحفيين. نعم بنحييهم، بنحيي كل الصحفيين، لكن انا عاوز اتوقف معاك عند تجربه صحيفه الحريه، ويمكن خلتنا احنا نتوقف قليلا في يعني الخط التحريري المضاد. يعني هل تجربه صحيفه الحريه هي من التجارب الصحفيه المعارضه للخط المعارض عموما اللي احنا بنحتاجه، ولا نحن توقفنا في 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 خلينا نقول المساحه التحريريه او الخط التحريري ده، وعموما الانظمه الحاكمه هي مياله لصحافه المهادنه خلينا نقول والهبوط الناعم وغيرها، فصحافه كشف الواقع دي هي تكاد تكون من الاشياء عليها خطوط وعليها بعض المحاذير. طيب الحريه صراحه صح قبل ما يدوها تصديق النهايه عشان يعني تبدا نشاطها كان في تحفظ حقيقه على بعض الاسماء. انا كنت متابع يعني كنت بحكم ان انا كنت المدير الاداري كنت متابع الملف ده، ولكن صراحه عند ميلاد الجريده وانتشارها ودخول السوق انا شهادتي مجروحه في الحريه، لكن كانت صحيفه مهنيه. حتى سياسات التحريريه كانت بتتكلم عن انه هذه خطها خط تحريري مهني ما فيه اي شطط ولا قلوء ولا يمين ولا يسار، يعني ناس تشتغل شغل الصحافه الاحسن من احد يقول لها احسنتها والاساء يقول لها سيتها، فلذلك يعني هي كانت صحيفه صحيح يعني بالنسبه للقارئ وبالنسبه للمتابع فيها نفس المعارضه، لكن كانت مهنيه يعني بمعنى ما تحمل هذه الكلمه من معاني. يعني حتى الاصطاف يعني انا يعني اشتغلت في اكثر من صحيفه، الصحيفه الوحيده اللي كان اي صحفي فيها خش ووقع العقد معانا اتعملت له معاينه، يعني ما بالتليفون يعني عملوا له معاينه، وكان في لجنه يعني كانت برئاسه الاستاذ سعد الدين الله يرحمه ومعاه يعني صحفيين كبار، فكان ما في اي مجامله يعني لاي صحفي من الصحفيين، انت تجسد المعاينات طوالي بتاخذ مقعدك وبتكون جزء من هذه الصحيفه، فلذلك انا بتميزك وبتفردك بتميزك وتفردك ويعني وحتى اللوجو يعني حريه بلا قيود، يعني اللوجو اللي كان فيه القيد وهو مكسور، يعني اللوجو ده يعني قدموا للمتنافسين كانوا عشان ما ينالوا يعني يفوزوا باللوجو اكثر من 15 يعني فنان، ومن ضمنهم كان الاستاذ ربنا يرحمه الاستاذ الصحفي الكاريكاتيريست الكبير الاستاذ صلاح حماده، وتقريبا هو اللي كان فاز. طبعا هي اسامي كثيره يا استاذ يحيى، نحن خلينا نتوقف في بعض الصور وبعض الاسامي وبعض الشخصيات اللي كان عندها وقعها في الصحافه وعليك انت تحديدا. خلينا مع بعض نشوف الصور دي، وممكن مع كل صوره تورينا الشخصيه ووقعها واثرها. تفضل استاذ سعد. نعم. نعم هو صحفي كان رئيس التحرير
انا كنت اداري، ما كان عندي الخبره في العمل الاداري في الصحافه، لكن انا اول صحفي دخلت بيته كان سعد الدين. انا كنت الاخ الاصغر بالنسبه له، وكل اسرته كانت علاقتي بهم علاقه يعني اخويه بحته، وانا جول وقتي في الجريده انا كنت بقضيه مع سعد الدين. كان انسان رحيم، يعني تتجسد فيه معاني الانسانيه. تعلمت منه؟ تعلمت منه الكثير، تعلمت منه الصدق، تعلمت منه عمل الخير، تعلمت منه يعني كان رقيق. سعد الدين يعني هو شاعر وفنان وكاتب ويعني ومخرج، فكل هذه الصفات الجميله اخرجت يعني هو زي ما بقول المثل سعد الدين ما زال دنيا حقيقه. يعني انا اسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبله يعني والحقنا به يعني في سرر متقابلين فعليين باذن الله. اللهم امين. الرحمه والمغفره لله. مهما اتكلم عنه ما ابو في حقه. اكيد نحن يعني بنترحم عليه وربنا يرحمه ويتقبله بقدر ما اعطى وبقدر ما منح. خلينا نشوف الصوره الثانيه. الأستاذ الحاج وراك. الحاج وراك ده يا جماعة يعني أنا كان مديري المباشر، كان هو المدير العام وأنا كنت المدير الإداري. ونعم كان نعم الأخ، وكان بيخاف علي أنا يعني زي أخوانه، بحكم إنه أنا تجربتي في الوسط وكده. يعني أنا يومي يعني ممكن أتلقى توجيه أو نصيحة من الأستاذ الحاج. حاج وراك كصحفي لا يشق له غبار، انا ما بقدر اتكلم في حقه لانه هو يعني كلكم بتعار يعني طلعتوا على عمود ومسار بضي، فكان فعلا اسم على مسمى. غير كذا الحاج وراك يعني كان زول شفاف وكان صريح ابعد يعني لابعد الحدود. غير كذا الحاج يعني مستحيل انت تقعد تستمع له وما تطلع منه بفائده. ما بقول كلام سايل الحاج وراك، الحاج اي كلمه تطلع منه كان عندها معنى، وكلامه ما كثير اصلا لما نتكلم في الصحافه ولا في السياسه ولا في اي يعني مجال من المجالات. الحاج كلمته بيوزن بميزان قبل ما تطلع. فلذلك انا استفدت كثير من الاستاذ الحاج وراق، واتمنى انه يعني ربنا يوفقه في حياته العمليه. وكانت تجربته في الديمقراطي برضه كانت من التجارب الناجحه. جميل. خلينا نشوف اخر الصور الموجوده معنا. يا سلام يا سلام. لأمنا أم كل الصحفيين والصحفيات، المرأة الشجاعة. أنا حقيقة يعني لم ولن تنقطع علاقتي بأستاذة أمال عباس. فأمال يعني كانت هي الأم الرؤوم لكل الصحفيين والصحفيات. أنا شفتها كان كيف يعني بتتعامل مع أبنائها الصحفيين والصحفيات، وكيف كانت بتقدم لهم النصائح، وكيف يعني تخرجوا من يعني من مدرستها كم من الصحفيين وكم من الصحفيات. فأمال كانت شجاعة وكانت يعني صادقة وكانت يعني بتحب المهنة وبتحب الوطن. أنا ما لقيت إنسانة بتحب السودان زي الأستاذ أمال عباس. ولعل يعني نحن الآن أنا بعد جيت الصيحة يعني كنت حريص انه يعني عندها كان من العمق العاشر مقال اسبوعي تقريبا، كنت حريص انه هذه المقالات من سنه كم من بدايه السبعينيات انها يعاد نشرها. والحمد لله مشيت زرتها في البيت واقنعتها وجينا نشرنا يعني من سنه وشويه نحب ننشر لها. فهي امال يعني مدرسه متفرده، وكانت يعني شجاعه، كانت يعني بعبع كصحفيه بتخوف الرجال زي ما بيقولوا. فلها التحية ولها التقدير، ونسأل الله انهم يمتعها بالصحة والعافية. لهم التحية جميعا يعني، وكل الصحفيين اللي وضعوا بصمات من نور في خارطة الصحافة السودانية، واللي توقفت عندهم يعني كل ما ذكرت الصحافة السودانية وبلا سيدة صاحبة الجلالة كل ما ذكرت أسمائهم، لهم التحية بنحييهم. نترحم كمان على كل الذين يعني غادرونا للدار الآخرة. أنا عاوزة أتكلم معاك في حقائق وأرقام أستاذ يحيى، في أنه يعني تجربتك الصحفية عموما هي تجربة كبيرة وتجربة ثرة، ابتداء من الحرية وبعد كده شركة جماري وبعديها صحيفة الصيحة، وفي أثناء يعني كثير من المحطات المختلفة توزيع الصحف ما بين الماضي والآن.
ما في مقارنة ولا في علاقة. يعني أنا ماذا راح بطل المشاهد صراحة الصحافة، يعني بس أنا أتكلم بالفترة اللي أنا كنت فيها مدير إداري للحرية، جريدة الحرية، ومن بعدها كنت مدير إداري لجريدة الصحافة، وفي 2004 كنت المدير العام لجريدة لشركة قماري للتوزيع. لحد 2010 كان كمية المطبوع اليومي في الصحافة السودانية يتراوح ما بين 600 ل 650 ألف نسخة. أنا قلت لك الليلة نحن في 2022 كل المطبوع لا يتجاوز الكم 21 22 ألف. يعني ما في مقارنة أصلا. صح في أسباب زي ما قلت لك، أسباب عالمية وأسباب محلية. يعني الصحافة من 2008 يعني من الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعد ذاك سبحان الله تزامن معها هو التطور في التكنولوجيا وظهرة وسائل التواصل الاجتماعي، وكل يوم مطورة. فكل ما نمشي يعني احنا انا كنت عضو في اتحاد الموزعين العرب، فبنمشي الاجتماعات وكانوا بيقولوا سنة 30 يعني الصحافة تتراجع لمدة 10% يعني وقتها، يعني 10% من القراء اللي كانوا قبلي، يعني احنا بنتكلم عن 2008 2009 قالوا سنة 30. في ناس بيتكلموا عن انه ما بتكون في صحافة ورقية، لكن كل الموزعين العرب في الوطن العربي كانوا بيتكلموا انه مستحيل انه الصحافة الورقية تتلاشى نهائي، لكن قد تتضاءل لتصل نسبة 10%. فإذا نظرنا احنا هنا في السودان، احنا السودان كنا زي ما قلت لك بنوزع اكثر من 42 43 صحيفة الآن الصحف الموجودة. طيب أنا عايزة أتوقف معك في النقطة دي تحديدا يا أستاذ يحيى، في إنه يعني قد تتضاعف لنسبة 10%، دي نسبة بسيطة، لكن كون إنها هي تصمد في ظل يعني فضاء منتشر، في ظل خبر بيصلك في لحظة، في ظل إنك أنت أي حاجة أنت محتاجة في الثانية هي بتكون موجودة عندك، يعني كل الأخبار الحية والمباشرة هي موجودة وبضغطة زر يعني. نعم. في تلفوناتنا، في أجهزتنا، في كمبيوتراتنا. شنو الأسباب اللي حتخلي الصحافة الورقية وإن كانت نسبة 10% دي هي تصمد؟ طيب الصحافة الورقية زي ما قلت لك في ناس يعني بيحبوا يقروا الصحافة الورقية، يعني عندهم مزاج في إنه يعني أنا مثلا أعمامي الكبار والدي الله يرحمه يعني كان لازم يقرأ جريدة لحد الان اللي بيقرا، وفي يعني انا ما اتكلم يعني هي ممكن بعد 2050 ما بعرف بيحصل شنو في العالم كله، لكن اقول لك كلام يعني بشي شايف انه حتى الصحافه الان انت بتتكلم عن انك تضغط تعمل كليك كده في السوشيال ميديا، بعد شويه زياده بتكون ما في بالمناسبه، بعد شويه انت بتكتب في الهواء، يعني الخويات بيقول بتعمل كده بيجيك بالهواء، يعني ما بيكون في شاشات اصلا، فاحنا ما بنقدر يعني بكره بيحصل شنو، لكن لحد ما نحن نكون يعني لحد ما يعني ربنا يعني جيلنا ده كله يتلاشى، انا بقول براهن على انه بتكون في صحافه ورقيه. الشيء الثاني الان في السودان وحتى في كل العالم، انتوا لاحظوا انتوا تقروا الان في كثير من المراكز الصحفيه، يعني اكثر من 130 مركز صحفي، اغلب الاخبار الحيه الاخبار المؤثره بترجع على مصدرها بتلقاها في صحيفه ورقيه. يعني أقلب أكثر الأخبار المؤثرة مصدرها بكون صحيفة ورقية. المصداقية لا زالت حتى طبعاً الآن. طبعاً لأنه يعني في معلوماتية وفي، فأنت لازم يعني حتى المسؤول إن كان في أي مؤسسة لما تجيه أنت يعني صحيفة الصيحة صحيفة كده صحيفة بيتعامل معك ما زي لما نجيه مركز فلان، أنت صحيفة عندها شخصيات الاعتبارية وكده، فالمسؤول بعيداً عن الفضاء الافتراضي. طيب الناس الشغالين يعني معظم الصحفيين معظم المؤسسات اللي كانت موجودة كثير من الأجهزة يعني يمكن تضاءلت بصورة كبيرة، مستقبل هؤلاء يعني الناشرين الموجودين فيها، المطابع الموجودة، حاجات كثيرة اللي عندها علاقة بالصحف الورقية عموما هي يمكن قفلت أو تلاشت، حتى الصحفيين معظمهم هم شافوا يعني مهن أخرى، امتحنوا مهن أخرى. مستقبل الصحفيين والصحافة والدور النشر وغيرها. طيب والله صراحة يعني الصحفيين بيعانوا، أنا دول مدير مؤسسة صحفية وشايف الحاصل، لكن كمان الناشر بيعاني أكثر. بمعنى إيه؟ ما في صحيفة الآن يعني عندها ربح يعني يقول عليه، يعني للظروف الاقتصادية بتمر بها البلاد، يعني إحنا يعني طن الورق
بطلنا الورق. قبل 20 سنة كان بألف دولار، قبل 20 سنة أو 1100 دولار، الآن بنفس السعر، يعني ممكن يكون زاد 30% 20%. لكن يعني المرتب بتاع الصحفي اللي قبل 20 سنة كان 500 جنيه، هسه انت لو اديته 500 ألف ما بتساوي ال 500 جنيه الفاتحة. ما حتغطي. يعني الظرف الاقتصادي اللي بيمر به البلد هو اللي بيخلي الناشر خسران، الصحفي ما مرتاح. يعني هسه أغلب الصحفيين، وأنا والله يعني عندي صحفيين شغالين معي، عارفهم شغالين في مراكز ثانية، لكن ما بقدر أقول لهم. كنا زمان يعني كل الصحافة السودانية بتعرف إنه اجتماع الساعة 9 صباحا، في الساعة 9 صباحا أي صحيفة، وأنا شاهد يعني على يعني جزيرة الصحافة تحديدا، وحي يعني عبركم أستاذنا الغام عادل الباز، يعني ده أنا من رؤساء التحرير اللي كان يعني طريقته مدرسته مختلفة، وأنا كنت معجب جدا بطريقته. الساعة 9 يعني زي موظف السكة حديد، 9 لازم تكون في الاجتماع. بعد ذاك الناس تتوزع على الفيلدز، يعني أي زول يمشي الجانب. على مهام. الحاجة اللي هسه بقت ما في، صحيح يعني احنا بدت من يعني الكورونا كان ما في حضور هو أونلاين، بعد الكورونا الظرف التراجع للجنيه يا جماعة، يعني الظرف الاقتصادي اللي بتمر به البلد، هسه أنا يعني أن احنا ناسنا بيجوا يعني الإلزام اجتماع الأحد، بعد ذاك ثاني على حسب. يعني زول ممكن يجيب يرسل مادته يمشي عنده حوار في مؤسسة في وزارة في، لكن ما بنقدر نلزمهم نقول لهم تعالوا اليوم، لأنه أنا بديك كم كل جرائد دي كده، وفي جرائد بتشتغل على حسب، في إعلان بيصدر ما في إعلان. ومجلس الصحافة يعني المجلس ذا كان يعني هو القيم على أمر الصحافة في السودان، وكان له يعني له قوته له سلطاته. الآن المجلس يعني اول حاجه ما في مجلس كمجلس، يعني يعني زي ما كنا بنجي يعني احنا اعضاء في المجلس، الان ما في. بقت في امانه عامه يعني موظفيها يعانوا الامرين، لا مرتبات يعني بتجي في وقتها، او حتى لو جات يعني زمان عندهم الترحيل، الترحيل يوديك الدروشاب، بس ما في مؤسسه بترحل الناس، لانه القصه بقت يا جماعه بقت مكلفة بالنسبة مكلفة لهم خالص. طيب كيف هي يعني القصة دي لازم الدولة تتدخل، لازم تحصل ضمضمة. أنا لو علي أنا ده رأيي الشخصي، أنا تحصل ضمضمة، يعني نحن في ظرف اقتصادي وفي ظرف برضو يعني التكنولوجيا بقت الآن هي المسيطرة، لازم الصحف الموجودة دي مع قلتها 20-15 تتضمضم. أنا لو علي أنا تبقى ثلاثة أربعة صحيفة سياسية، تبقى صحيفتين رياضيات، تبقى صحيفة اجتماعية، الناشرين لو قعدوا واتفقوا ممكن تصدر في إصدارة واحدة يعني. يعني بدل تكون في 10-15 جريدة تبقى في 3 جرائد، يعملوا شراكات ذكية، يكون أقل تكلفة للناشر وأقل تكلفة كمان للقارئ، يكون فيها عائد ويكون ما فيها خسائر متراكمة. يعني أنا عاوز أسأل برضو في ذات السياق يعني أستاذ يحيى، في إنه بما إنه أصبحت الآن الواقع المفروض على الصحافة هو إلكتروني، ومعظم الصحف هي انتقلت من انها تبقى ورقيه لالكترونيه او حتى بقت عندها مواقع الكترونيه، كيف ممكن تستفيد ماديا من خلال المواقع الالكترونيه او رقمنه الصحافه بصوره عامه؟ طيب يلا نحن ما هي ثقافه، نحن صراحه يعني دائما بنبدا مدخرين. الان الصحافه الالكترونيه عندها عائد في الاعلان، عائد كبير جدا في الصفحات التسجيليه، يعني في الدول الثانيه معتمدين على الصحافه الالكترونيه وعندها عائد مجزي جدا باقل تكلفه. الان في بعض الصحف صحيح بتجيها او بعض المواقع بيكون عندها عائد، يعني جوجل مثلا يعني عنده كل ما وصلت مثلا نسبه مشاهده في اليوم يعني او في الشهر 300 ألف مثلا يدوك 100 دولار 300 ألف يدوك 300 دولار كده، والتكلفه بتاعتها زي ما قلت لك يعني انت محتاج لمكتب صغير فيه اجهزه وفيه 3 أو 4 أو 5 من التكلفه بسيطه وعماله اقل و نعم، لكن اقل. احنا الناشر السوداني او سوري المعلن السوداني لسه بيفتكر انه الصحافه الالكترونيه ما بتديك الانتشار زي الصحافه الالكترونيه. لكن في واقع الامر مثلا اصلا احنا مثلا موقعنا الالكتروني يعني نسبة المشاهدات اليومية أكثر من 35 ألف مشاهد، في حين إنه الصحافة الورقية المباع ما فيها يعني أقل من كده بكثير، لكن بتلقى الجريدة مليانة إعلانات الورقية، في حين إنه الموقع الإلكتروني تجي توديهم بثمن زهيد ويقول لك يا أخي خلاص كده كويس نشوف، فهي ثقافة بتاعت معلن، لكن مصيره في النهاية يواكب ويمشي والناس تلجأ للإعلان في الصحافة الإلكترونية
ويكون عنده مردود لكن طبعا بيكون على حساب الصحافه الورقيه. جميل. طيب خلينا نتوقف يعني احنا خلينا نقف في الحياديه وفي المنتصف في ميزان الصحافه بصوره عامه ما بين الورقيه وما بين الرقميه او ما بين الالكترونيه عموما، الايجابيات والسلبيات. الصحافه الورقيه اول حاجه عندها قانون، يعني عندها رقيب، جهه يعني معروفه، جهه اعتباريه، وجهه يعني عندها مجالس اداراتها، عندها يعني التزاماتها تجاه الدوله، عندها ملفات الضريبيه، عندها كانت بتستورد، عندها الجمارك، تدفع الجمارك، تدفع الرسوم بتاعت النفايات، كل رسوم الخدمات. يعني هي الحياه دي ما كده، مع اخذ وعطاء. الصحافه الورقيه الدوله بتديها وبتاخذ من الدوله، اما الالكترونيه او واحد من اسباب الصحافه الالكترونيه لحد الان ما في قانون يجيز الصحافه الالكترونيه. في مشاكل كبيرة جدا، الناس تمشي نيابة المعلومات هي بتلقى عشرات البلاغات، ده لو ما مئات البلاغات، لأنه صراحة يعني زول مثلا من الإمارات ولا من أوروبا ولا من يفك الخبر إن كان فيه إشانة سمعة ولا فيه تعويض للنظام الدستوري ولا فيه ولا فيه ولا فيه، وما في زول وعد الخبر ينتشر وما في زول يقدر يعمل عليه كنترول يعني. فالصحافة الإلكترونية نحن محتاجين صراحة يعني سن قوانين وتشريعات، والقصة طبعا القصة فيها أبعاد كثيرة، إحنا ما قادرين نخش في تفاصيل، لكن بالضرورة يكون في قانون واضح زي ما في قانون للصحافة الورقية، قانون الصحافة الموضوعات المعدل 2005 و2010، لازم يكون في قانون واضح. يعني فيه أنت كناشر عندك حقوق وعليك واجبات في الصحافة كناشر، يعني في الصحافة الإلكترونية. فده لو ما بقى بتبقى في الإشكال المشكلة قائمة، بتبقى الصحافة الإلكترونية يعني ما عليها رقيب. طيب الان كيف بيتم التعامل يعني في ظل انتشار وكثافه لتواجد الصحافه الالكترونيه عموما او حتى النشر الالكتروني خلينا نقول، والاخبار المعظمه اصبحت الان منتشره بالصحافه الالكترونيه، كيف بيتم التعامل مع الاخبار الكاذبه؟ خلينا نقول زي ما كانت في صحافه صفراء يعني في الورقيه، الصحافه الصفراء الالكترونيه اذا جاز لنا التعبير، كيف بيتم التعامل معها قانونيا؟ والله شوف يعني ما هو النائب العام عمل نيابة متخصصة اسمها نيابة المعلوماتية، في أي يعني مؤسسة ولا حتى شخص يعني متضرر من خبر ولا حتى مقال ولا whatever، يعني بيمشي وبيفتح البلاغ وبيثبت إنه فعلا تجنوا عليه وكذا، والقانون بيديه حقه. لكن أنا داير أقول حاجة، يعني القصة هي لازم يكون في قانون، يعني لازم يكون في قانون، وقانون يجاز عبر التشريعات. في خطوات مشت في الموضوع ده يا استاذ؟ في خطوات، يعني احنا لما كنا في 2010 2008 كنا في مجلس الصحافه والموضوعات، كان في يعني مشروع بتاع قانون للصحافه الالكترونيه، ولكن بعد ذاك توقف. انا صراحه يعني فتره كده بعدت شويه من المجال من الوسط الصحفي، فما اعرف دلوقتي الان يعني القانون ده وصل لوين، لكن بالضروره يعني بدت في يعني بدايات بدت، والناس حتصل في يوم من الايام للقانون اللي بيحفظ حقوق الناس، ولانه الصحافه الالكترونيه واقع الناس لازم بد ان تتعامل معاه، وده مستقبل العالم كله. جميل. احنا الان نعم. يعني لو سمحت لي تفضل. يعني انا المركز اللي باخذ، يعني انا قلت لك في اكثر من 130 يعني الان المقصود على حسب معلوماتي انا موقع صحفي او موقع الكتروني او مركز صحفي، لكن بتلقى اغلب المراكز دي يعني الناس اللي بتديرها ما صحفيين محترفين، دي واحده برضه من الاشكال. ممكن يكونوا هم محترفين الكترونيا في عالم لا لا لا، ما الصحفي ده صحفي الانترنت، الصحفي ده ما في لكن ما محترفين الصحفي الصحفي دي صحفيين، الصحفي دي من مدرسه. نعم. الصحفي دي انت بتتدرب وتمر على كل الاقسام، ولازم يعني انت صحفي بتكون من البدايه دربت على الاخبار، السياسي، القسم الاقتصادي، القسم المنوعات، القسم الرياضي، فده الصحفي ان كان الكتروني ولا ان كان يعني صحفي ورقي. فلذلك انا اتمنى انه اخواننا في المراكز بتاعت الصحافه الالكترونيه يكونوا بنفس المقدرات بتاعت الصحفيين المعروفين اللي عندهم شهاده القيد الصحفي وعندهم ناس امتهنوا الصحافه كمان. جميل. احنا يمكن خلاص وصلنا لختام المساحه دي استاذ يحيى حامد احمد، يعني خلينا نقول مساحه اخيره عن موقع الصحافة الإلكترونية السودانية في خارطة العالم الكبيرة المنتشرة فيه الآن الصحافة الإلكترونية، وين نحن منها؟ أنحنا منو؟ أنحنا كسودانيين مثلا؟ كسودانيين، كصحافة إلكترونية سودانية تحديدا. شوفي الصحافة الإلكترونية
انا بقول لك احنا لسه في بدايه الطريق صراحه، ما وصلنا يعني ما وصلنا يعني في في صحف ورقيه عندها مواقع الكترونيه اغلب الصحف دي، وعندها وجود وعندها نسب مشاهدات عاليه، لكن دي ما بتعدوا 3-4 صحف. يعني احنا عشان نواكب زي ما قلت لك بالضروره يكون في قانون، يكون في صحفيين محترفين، وده واقع لابد منه، انه احنا لابد انه في يوم من الايام يعني الصحافه الورقيه هي اللي بتكون مسيطره وهي بتاعتك. لكن كون انا اقول لك احنا وين من العالم، انا ما بقدر اجزم او ما بقدر يعني، لانه ما عندي المعلومه انه احنا يعني رقم كم مثلا من على الاقل في الدول العربيه مثلا. فلذلك انا اتطلع انه تكون عندنا صحافه الكترونيه مهنيه كويس يعني ترتقي بالصحافه السودانيه لمصاف الصحف الاقليميه والعالميه. والله نتمنى. استاذ يحيى حامد احمد المدير العام لصحيفه الصيحه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك استاذ عمل، شكرا لكل تيم العامل، وشكرا اول واخير للمشاهد اللي شارك معنا بالشروق.